خاص بالبكار لإذاع المهجنات الأصايل عبر شاشة دبي ريسنج. يسير شوط الختام، يسير شوط الوداع في هذا الصباح وفي هذا الاندفاع الشيق والجميل الذي شاهدناه في بداية هذا الصباح مع سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. مباشرة نذهب إلى المراكز الأولى، نبحر في عمق الميدان مع دانات الأصالة ودانات الناموس الذي تنطلق حاملة تحديات هذا الشوط. يا سلام، هذه حبايب حبايب ولا هناك اللي انطلقت في هذه اللحظات عالية عالية من هجن ند الشبا، تصدرت مجموعة هذا الشوط، انطلقت بالمركز الأول، بينما تليها في المركز الثاني حبايب لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يضمرها غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري الذي تنطلق في المركز الثاني. أما المركز الثالث وديان تاتي في المركز الثالث من هجن ند الشبا، تندفع على ثالث المراكز. والمركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك انطلقت في هذه اللحظات ووصلت هذه الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سعيد بن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عفوا، يضمرها سعيد بن عبيد بن مروشد. هذه الأربع المراكز. ناخذ المركز الخامس، عواصف، عواصف في المركز الخامس من هجن ند الشبا تتقدم على المركز الخامس. أما المركز السادس فتاتي في شديد، شديد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يضمرها ووصلت في هذه اللحظات تعبير، تعبير من هجن ند الشبا على المركز السابع. بينما المركز الثامن تتقدم في ثامن المراكز الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمرها أحمد بن سلطان بن رشيد. المركز التاسع، تاسع المراكز هذه تواجدت مرموقة، مرموقة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن هزيم المسافري يتولى عملية تضميرها. وعاشر المراكز هذه براقة، براقة براقة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر براقة سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى في شوط الختام، في شوط الوداع، في هذا الانطلاق وهذا التحدي مع هذا السن، سن الإذاع في انطلاقاته وتحدياته. عودة مرة ثانية إلى المراكز الأولى، عودة بعد إكمال النداء للعشر المراكز، مرة ثانية نعود مع الإبداع، نعود مع هذه الكوكبة تسيطر على مقدمة الشوط. تعبير، تعبير هجن ند الشبا في هذا التعبير الصباحي الجميل، في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات. المركز الثاني تتقدم في ثاني المراكز الحذرة، الحذرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد بن مروشد السبوسي يتقدم في هذه اللحظات. شوف الأثار وشوف الحماس، تاتي هجن ند الشبا ليتقدم على المركز الثاني وتاتينا بعالية، وعلى المركز الثالث بعواصف. يا سلام يا سلام يا سلام، عواصف يا عواصف الثلاثية الجميلة. والمركز الرابع بدأت بن مروشد يتولى عملية تضميرها، ثلاثية جميلة وتحديات رائعة في هذا الشوط. أما المركز الرابع فتاتي فيه الحذرة، والمركز الخامس وصل شعار هجن الرياسة، ووصلت مشاهدي الأعزاء الواعية من هجن الرياسة تضمير أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. يا سلام يا سلام يا سلام، عودة مرة ثانية مع شوط الختام، مع هذه الأثارة والحماس الغوي. غيرت هناك عواصف، غير عواصف لتعصف بمسار هذا الشوط وتحديات هذا الشوط. هجن ند الشبا تقدم عواصف، والتحرك بدأ من براقة، وأيضا هناك تتحرك اللي هي تعبير، تعبير وعواصف وبراقة، براقة وتعبير وعواصف في الأمتار الأخيرة. التنافس الثلاثي جميل، ولا زالت عواصف على المقدمة، وتعبير تتحرك، تتحرك أيضا اللي هي براقة، براقة تسللت إلى المقدمة مع المتعب
الصغير مع المتعب الصغير، ولكن كبير في تضميره، كبير في أداء هذا الانطلاق. يا سلام براقة، براقة، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد للمرة الثانية على التوالي. تهنية لسعيد بن محمد بن مروشد المركز الثاني من هجن ند الشبا، والمركز الثالث أيضا اللي هي عواصيب من هجن ند الشبا، والمركز الرابع من هجن ند الشبا، أما المركز الخامس من هجن الرياسة اللي هي الواعية. هكذا كان هذا الشوط وتحدياته وثارته الجميلة، شوط الختام، ولكن كان مثير وكان جميل للغاية في هذه التحديات. تمكنت براقة من الفوز وانتزاع الناموس في هذا الشوط. نعود إلى توقيتها الزمني وتحدياتها والعادة مع تيسير شنابل أبو عدنان، كذلك المتابع بدقة. هذه براقة تقطع المسافة مشاهدين العزاء في 6 دقائق 15 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، التهنية موصولة للشاب سعيد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما المركز الثاني وصلت فيه تعبير في ثانية المراكز من هجن ند الشبا في 6 دقائق و15 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثالث، نشوف الثالثة يا أبو عدنان، الثالثة اللي هي تقريبا عواصف وصلت في المركز الثالث قطع من هجن ند الشبا. بنشوف قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 6 دقائق 17 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز. إلى ملخص الأشواط مع حمد بالضبط. إذن مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم من خلال انطلاقات